وفي هذا الصدد، فإن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصراراً على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. وهنا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء، كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار. وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله وبكيفية مستدامة وتعزيز حماية المدنيين العزل. وبصفتنا رئيس لجنة القدس سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة. وبالموازاة مع ذلك نواصل من خلال العمل الميداني الذي تطلع به وكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذية للجنة القدس إنجاز خطط ومشاريع ملموسة تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس.